جزاك الله خير. هلا راه تشرفت كيف حاضر. وكان السي عطيه يمكن اللي صريت خاصه المصري كان جو المباراه اللي سمحت لك يا دوري شباب تاسوس برسم النسخه الثانيه من دوري شباب تاسوس. وكان فعلا ملي كان الزري 50 مباراه تقريبا كانت جوج المباراه اللي كان مهمه بزاف وهي الترتيب جا رجلي سنتيني النهائي او الفينال من بعد التوقف بسبب جائحه كورونا. غسا لا يزاي كان اجواء فولكيني بالمناسبه المباراه اللي غزرينت مباراه بين تنتاتي زوار بين ايمينتسكي شباب ايمينتسكي اتحاد تجويدات المباراة تسد لي كان تغيط المباراة فولكين بزاف بزاف اللي كان اشبه فريق اشبه الانجازات فريق غير ايتاوري ميت. وانا فريق الزيت الصحي انه يحضر غير ديال العادات الجمهور اللي مقدمش كاين الفاعلين الرياضيين على الصعيد الوطني تقول لي الزيت حتى التحكيم كان دولي تحكيم وطني دولي يعني الاجواء الحمد لله انا اللي نزرع الصفر السوداء في المناسبه في المباريات يعني اجواء رائعه جدا. غير الحاجه السكانية غير السي عطي ان كانت تسجيل فقط ان 24 فريق كانت تشارك في النسخه الثانيه من عدد يعني 24 ديال عدد القبائل لان ثلاث قبائل اللي شاركت جوج او ثلاثه فرق. يمكن لي نزرع انه زريت كل ظروف فولكيني غير التوقف الدوري انا عافنا جوج المباريات. يمكن لي نزرع انه زريت غير اجواء فولكيني شكرا سي عطيه من عطيه بريس اللي درس في المناسبه تحياتي. وكذلك كنشكر اشبال اندوزال وكنهنيهم على الفوز ديالهم. كنشكر القبيله الشباب ديال قبيله اندوزال صراحه صيدنا الكتف في المقابله. كنشكر اللجنه المنظمه اللي شاركت في الفريق الجمعوي المحيط. نقول صراحه فريق اشبال اندوزال اول مشاركه لي في الدوري هذا وفزنا به. ومره اخرى كنهني اشبال اندوزال وشباب اندوزال وشباب اندوزال باش يتعاونوا مع هذا الفريق ان شاء الله يكون خير. تحياتي. الحمد لله اولا كنهني اللاعبين اللي ضحاو معنا في هذا الدوري هذا خصوصا في هذه المقابله اللي قدموا فيها مباراه كبيره ضد فريق في المستوى. الحمد لله كان الهدف ديالنا في هذه الدوره هو نوصلوا للنهايه اول دوره غنشاركوا فيها. وكان الهدف ديالنا كفريق اشبال اندوزال نمثلوا المنطقه ديالنا قبيله اندوزال احسن تمثيل. كان الهدف ديالنا نوصلوا للنهايه وملي وصلنا ولا الهدف هو نديو اللقب. والحمد لله بعزيمه الرجال بعزيمه اللاعبين ابناء المنطقه كاملين اللي ضحاوا اللي تقاتلوا اللي استطاعوا يوصلوا للمبتغى ديال الجماهير الاوزاليه. والحمد لله كنهنيهم وكنهني هذا اللقب كنهديه لجميع الجماهير الاوزاليه وجميع المتتبعين ديال هذا الفريق اللي هو فريق منظم وكلشي كيشهد ليه بانه فريق في المستوى. جميع المباريات اللي كيجري ما كاين خطاش طول السنه كل مباراه في يوم الاحد. والحمد لله كان الهدف هو اللقب وتمكنا من التتويج باللقب الحمد لله.